خالف نادي الوداد الرياضي لكرة القدم كل التوقعات بعد أن توج خلال موسم 2010 بدرع البطولة بعد أن فاز على ضيفه الفتح الرباطي بنتيجة هدف دون مقابل. وسقط الرجاء أمام الجيش بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بنفس النتيجة. ويتطلع الوداد أن يحقق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الفتح مع هدية من الجيش في لقائه مع الرجاء البيضاوي ليعيد سيناريو 2010 عندما قلب الفريق الأحمر الطاولة على غريمه الأخضر وحقق اللقب مستعينا بالمثل العالمي المعروف أن لا شيء مستحيل في كرة القدم.